هكذا وجد زبائن بريد الجزائر بولاية باتنا آلات السحب الآلي للأموال، تخريب وتحطيم كلي لجميع الموزعات الآلية في عملية إجرامية لم تنجو منها سوى آلة سحب واحدة. نطلبوا هذا سلوك غير حضاري أولا، ثانيا هذه في خدمة الشعب كامل، ناس كامل تستفاد من الآلة هذه، كاين اللي عنده مريض، كاين اللي عنده حالة طارئة، ناس كامل تحت. احنا عندنا طفل مريض دركا جينا على جات باش كش ما نصوفيو، سما هذا فعل همجي. حادثة أثارت سخط واستهجان الشارع الباتني، خصوصا أنها حرمت عشرات الزبائن من سحب أموالهم رغم حاجتهم الماسة إليها. الشيء هذا ما مانيش قابله، التخريب هذا راهو حرام، ويعطلوا الناس على العمل، ويعطلوا الناس. واحد مريض مسكين، واحد الصباح يجي كش ما يجبد شويه سوارد على يصرف للاولاد ولا حاجه ما يلقاش. هذا نورمال ما يتعاقبوا، هذو مجرمين. هذو هما 6000 صرف. اه نعم، هذو مجرمين، والفساد مش مليح في البلاد. كما هذه هاي مكسره، وزيد تروح اللي ويصلوا منين مكسره، وفي بوعقال منين مكسره، يعني مش عيب عليهم. هذو منين تحضروا حنايا، ومنين تحضروا؟ ما نترباوش والله، ما نترباو كاع. شي هذه البخس، ايوا بخس هذا والله، لا بخس كبير عليه يعني المنكر هذا. يعني ها يعني الواحد بالجمعه طيح حامبان، كون يعود عنده مريض والله يطيح حامبان في الطريق الاخر بالطوموبيل تاعو، والله يحصل. لا اله الا الله محمد رسول الله، حسبي الله ونعم الوكيل. مصالح الامن وبريد الجزائر تباشر تحقيقاتها المعمقه حول هذه الجريمه في انتظار ما ستسفر عنه النتائج خلال الأيام القليلة القادمة.